أهلا بكم. ما دلالات التوقيت لقرار وزارة الهجرة الحالية إغلاق مخيمات النزوح في 30 من تموز المقبل دون توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية والأمنية للنازحين العراقيين؟ ومن له المصلحة بتشريد أكثر من 1.5 مليون نازح عراقي بدوافع طائفية؟ ولماذا يحرم النازحون من أبسط حقوقهم الإنسانية والوطنية؟ وما تداعيات تنفيذ هذا القرار الذي جاء بالاتفاق بين وزيرة الهجرة الحالية ووكيل وزارتها، وكلاهما ينتمي لميليشية معروفة؟ اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي وصفت قرار إغلاق مخيمات النزوح بجريمة التطهير العرقي الطائفي بسبب عدم إعمار مناطقهم أولاً، كما أن الميليشيات تسيطر على مناطقهم ولا تسمح لهم بالعودة. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. السيد عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الكريم. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد الله السلمان، الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. أهلا بك وبضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. تتفاقم أزمات النازحين بشكل مستمر وبطرق مختلفة، فبعد تهجيرهم من مناطقهم ذاقوا أنواع الغربة في بلدهم، ومورست ضدهم جميع أشكال العنصرية والانتهاكات، فضلاً عن عدم توفر أبسط مستلزمات الحياة في مخيمات النزوح المتهالكة التي قررت وزارة الهجرة الحالية إغلاقها مؤخراً. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي وصفت قرار وزارة الهجرة الحالية إغلاق مخيمات النزوح بجريمة تطهير عرقي بدوافع طائفية، وتهدف لتشريد أكثر من 1.5 مليون نازح عراقي لصالح ميليشيات إرهابية، مؤكدة فشل وزارة الهجرة بتوفير أبسط المستلزمات الأساسية للنازحين في ظل تورطها بملفات فساد مالي وإداري، مضيفة أن قرار إغلاق المخيمات جاء بالاتفاق بين الوزيرة إيفان فائق جابرو مع وكيل وزارتها كريم النوري، وكلاهما ينتميان لميليشيات إرهابية. فيما أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد الباجلان أن حكومة السودان فشلت في إدارة ملف النزوح، وأن العائلات الموجودة في مخيمات أربيل بقيت لأسباب كثيرة، منها سيطرة الميليشيات على مناطقهم وعدم السماح لهم بالعودة، ومنها عدم إعمار مناطقهم. ودعت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن وحقوق الإنسان إلى إخلاء سنجار وباقي مناطق سهل نينوى من الميليشيات لغرض السماح للنازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم. الحكومات المتعاقبة منذ 2003 تسير ضمن أجندة الاحتلالين الأمريكي والإيراني وتطبيق سياسات التغيير الديمغرافي الممنهج والتطهير العرقي الطائفي للشعب العراقي. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل. يعني أستاذ عبد القادر، وصفتم في ما يجري من إغلاق للمخيمات، مخيمات النزوح، بجريمة التطهير العرقي الطائفي. ما دلالات التوقيت؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. من المعلوم تماما أن جرائم التطهير العرقي والطائفي هي التي يعرفها القانون الدولي هي إخراج مجموعة من الناس لانتمائهم لمذهب أو دين أو عرق أو طائفة من مناطقهم أو أراضيهم أو منازلهم أو ممتلكاتهم، وبالتالي الاستحواذ على هذه المناطق وتشريدهم. وما يجري في العراق حقيقة من خلال إخراج أكثر من 50 مدينة عراقية أصبحت منزوعة السكان، وأعتقد أنه بيان الميثاق الأخير ذكر العم الأغلب من هذه المدن الرئيسية التي أصبحت منزوعة السكان.
كعزيز بلد، كيثرب، الفوسفات في غرب الأنبار، جرف الصخر المعروفة والمشهورة، قرى الإمام في ديالى، بعض مناطق كركوك، بيجي، سنجار، بعض مناطق الموصل. هناك أسماء مذكورة ومعلومة للعراقيين جميعا. أصبحت عندما تستولي الميليشيات المسلحة بقوة السلاح على هذه المدن وتخرج أهلها ولا تسمح لهم بالعودة إليها، وبالتالي يعيشون في مخيمات بائسة من النزوح ويعانون طوال 10 سنوات مرارة الصيف وحرارته وبرودة الشتاء والأمطار دون أن يقدم أحد من السلطات الحكومية أو وزارة ما تدعي وزارة الهجرة مساعدات إليهم. كانوا يعني يتوسلون على يعني ماء بارد لأطفالهم في الصيف الحار، ونحن نعيش أيامه في العراق الحارة. وبالتالي فضلا عن عدم وجود التعليم، عدم وجود المراكز الصحية والأمراض، ويمكن لا يمكن لأحد أن ينكر مأساة النازحين بطريقة كبيرة. يعني حتى الجوع أخذ منهم مأخذا كبيرا، ومنهم من مات في مخيمات النزوح. كل هذه السنوات ثم تأتي وزارة الهجرة لتعلن يوم 30/7 تموز القادم موعدا نهائيا لإغلاق جميع المخيمات. طيب، هذا العنوان البارز هو عنوان كلنا ندعو إلى إنهاء مرحلة النزوح، لكن السؤال الأبرز أين يذهب 1.5 مليون الذين يعيشون ويقطنون هذه المخيمات؟ جواب وزارة الهجرة أنهم يذهبون إلى المناطق التي يريدونها. طيب، ومناطقهم التي هي يمتلكون فيها أراضيهم ومنازلهم وبالتالي يعودون إليها؟ قالوا غير مسموح من الأطراف المسلحة. إذن الآن نتكلم عن طرف مسلح يتمسك بالأراضي التي يمتلكها هؤلاء النازحون وهي مأواهم ومدنهم، وطرف آخر سياسي متمثل بوزارة الهجرة تريد غلق المخيمات وتشتيت النازحين. ألا يعد هذا اتفاقا على جريمة تطهير عرقي وطائفي كما يعرفه القانون الدولي؟ إذا نحن أمام جريمة كبيرة في العراق ربما لم تشهدها سوى فلسطين في العالم، عندما تم الاستيلاء على أراضيهم من اليهود المحتلين المغتصبين، وبالتالي لم يسمحوا لأهاليها بالعودة. وما يفعل الآن في غزة ذات السيناريو الذي يفعل بنازحي العراق هؤلاء، لأنهم أو الأعم الأغلب منهم من المكون السني، يجري عملية تطهيرهم طائفيا وعرقيا لأنهم ينتمون إلى المذهب السني، ولأن مناطقهم التي يقطنون فيها هي مناطق سنية، وبالتالي الجريمة وأركان الجريمة متوافرة على أن ما يجري إبادة جماعية من خلال التطهير العرقي. إذن فعل وزارة الهجرة وفعل الميليشيات المسلحة بالاستيلاء على الأراضي هو هدف واحد يلتقي في أن تبقى هذه المناطق منزوعة السكان. طيب، هذه المناطق لمن ستذهب عندما يتم تشتيت النازحين؟ الجواب ستذهب إلى عوائل والميليشيات، وسيتم توزيعها إلى آخرين ربما يجنسون بالجنسية العراقية من الأجانب، سواء كانوا إيرانيين أو أفغانيين كميليشيات فاطميون أو غيرها. إذا نتكلم نحن على جريمة مركبة ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى التغيير الديموغرافي وإلى عملية إحلال سكان بدل سكان وإلى عملية استيطان جديدة في هذه المحافظات المنكوبة. نعم، أستاذ عبد الله السلمان، الحالة في العراق شبيهة كثيرا بالحالة بفلسطين وما يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم من جرائم بحق الفلسطينيين. ما يجري في العراق على يد ميليشيات ترفع شعارات تحرير القدس وتحرير فلسطين، بينما ترتكب نفس النهج الذي يرتكبه الكيان الصهيوني في فلسطين من عمليات تغيير ديموغرافي أو استيطاني لإيرانيين أو من جنسيات أخرى غير العراقية موالية لإيران وموالية لهذه الميليشيات، ومن عملية تطهير عرقي طائفي لأبناء الوطن العراقيين المشردين الآن حتى من مخيمات النزوح. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ الحقيقة الموضوع يذهب إلى أبعد مما ذكر تقريركم وتفضل به
ضيفك الكريم وحضرتك، لأنه هذا لو نأتي عليه ما هو السياسة الجيوستراتيجية إلى إيران، وهذه المواقع الجغرافية التي نزحوا منها أهلها أو نزحوا حقيقة بالقوة وتحت غطاء عملية تحرير من الإرهاب وغيره، كل هذه المسائل هي خدمة إيرانية ومخطط إيراني كما هو المخطط الصهيوني ذات الأبعاد وذات النتائج وذات الغايات. إيران تريد أن تحقق موقع جغرافي في العراق من خلال، لو نظرنا جغرافيا إلى المواقع التي نزحوا منها كلها تهتم بها إيران جغرافيا لمصلحتها التوسعية وتحقيق مشاريعها الاستراتيجية في المنطقة، لأنه تعتبر العراق هو القاعدة الأساسية لانطلاق وتحقيق مشاريعها الاستراتيجية في سوريا وفي لبنان وفي مناطق أخرى وتهديد للدول العربية الأخرى. وذلك لو قارنا أيضا، لو أخذنا مقاربة ما يريده الكيان الصهيوني من الفلسطينيين، إبعادهم من الضفة ومن القطاع ومن غير أماكن، هي ذات المغزى أنه لهم هدف جيوستراتيجي بعيد المدى يتجاوز عملية نقل أو ترحيل أو قتل أو تغيير ديموغرافي، هو الهيمنة الجغرافية التوسعية الاستعمارية في المنطقة حتى يلتقي كما سمي كثيرا من المناطق قم أبيب، تلتقي على هذه المنطقة وتهيمن عليها هيمنة استراتيجية مستقبلية. هنا من هنا إيران ومن هناك الكيان الصهيوني، وبالتالي تضيع المنطقة جغرافيا تحت هيمنة هاتين الكتلتين الاستعماريتين في المنطقة، أو كما سميت إسرائيل الشرقية وإسرائيل الغربية. هذه المشكلة هي الأساس، أما يعني كل التفاصيل الثانية التي نذكرها ومصير النازحين والتطهير العرقي، هذه كلها مسلمات تريدها إيران وتعمل عليها. لو نأتي على كل المهجرين، يعني أغلب 95% من النازحين هم عرب حقيقة، أو 100% هم عرب، وكذلك ما قتل من قتل في تشرين هم عرب. الموضوع هي موضوع يعني بالنسبة إلى إيران هو إلغاء عروبة العراق من خلال هذا، هي تهيمن على هذه المناطق. فبالتالي اليوم عندما تكتمل هيمنتها على هذه المناطق الغربية أو مناطق النزوع وغيرها، تلتجئ بالتالي ألف عذر تجد في مناطق الجنوب، وأيضا وتهيمن وتغير الديموغرافية المنطقة. فبالتالي المشروع هو أكبر مما نسميه إحنا يعني تطهير عرقي أو فساد إداري وسرقة وهيمنة وميليشيات تهيمن. هذه الميليشيات لا تستطيع أن تتصرف وحدها، أي بقعة جغرافية في العراق لا تستطيع هذه الميليشيات أن تتحرك دون إشعار وتنبيه من إيران أو أوامر إيرانية عليكم أن تهيمنوا على هذه المنطقة. وهناك أكثر من طرف يهتم في عملية التغيير الديموغرافي في العراق خصوصا في الموصل وغيرها، هناك أكثر من طرف له مصلحة في التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة. وبالتالي فإن المشروع مهدد للكيان العراقي والهوية العراقية ووجود العراق كدولة. احتلال العراق، إيران لما تريد العراق لا تستطيع بشعار أو ببيان من فصيل معين يقول احنا ألحقنا العراق بإيران، هذا لا يتم بهذه الطريقة، لأنه يردون التغيير الديموغرافي، الهيمنة الجغرافية، السيطرة الأمنية، وبالتالي يصبح العراق لقمة سائغة إلى إيران كما يتصور أنه هذا ممكن، ولكن في تقديري هذا بعيد جدا عن المنال. صحيح شعبنا يعاني كثير من الأزمات، النازحين وغيرها، ولكنه بالتالي الشعب العراقي واعي لعملية التغيير الديموغرافي ويحاول جهد الإمكان مقاومتها بكل ما أوتي من قوة، وكل ما يجري على الأرض لا يترسخ مستحيل ويثبت كما تتخيل إيران وكذلك كما يتخيل الكيان الصهيوني في فلسطين، هذا لا يثبت، بدليل الواقع المقاومة في غزة والمقاومة في العراق التي تأخذ طابع آخر يختلف عن الطابع في غزة، لكنه بالتأكيد هو دلالات مهمة على أنه ليس من السهل لهذه
القوى أن تحقق ما تريد من جيوسياسي استعلائي استعماري. نعم. في هذه المنطقة. نعم، ابقى معي أستاذ عبد الله. أستاذ عبد القادر نايل، إليكم يعني بعض يعني مما طرحه أستاذ عبد الله السلمان. هناك مشروع صهيوني، هناك مشروع أمريكي، هناك مشروع إيراني، هناك ثلاثة مشاريع موجودة في المنطقة. حضرتكم وصفتم ما جرى في العراق أنه شبيه لما حدث في فلسطين، وهذا يدفعنا لأمور يعني كثير من التاريخ يشهد ويمهد لمرحلة استشراف المستقبل بأنه المخطط الأمريكي والصهيوني والإيراني التقى في هذه المنطقة. يا ترى كيف تنظر إلى مستقبل هذه المنطقة مع من يذهب إلى تقرير ووصف واقع أنه قد تم نجاح مشروع التغيير الديموغرافي فعلا وأمام أنظار العالم، والدليل أن ما يجري لا يتم تسليط الضوء على مثلا مناطق النازحين المدمرة، لا يتم تسليط الضوء على تهديدهم، تهديد حياتهم، لا يتم تسليط الضوء على تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، ولكن يحسب للحكومة أنها نجحت في إرجاع النازحين إلى مناطقهم. هل هذا دليل فعلي على نجاح المشاريع الثلاثة في المنطقة؟ من المؤكد تماما أنه لولا الموافقة الأمريكية لما حدث هذا التغيير الديموغرافي، ولا ما يحدث الآن من عمليات وجود مناطق من سنوات وهي منزوعة السكان والكل يصمت عنها. وبالتالي كما تعلم أن الإعلام الدولي لا زال مسيطر عليه أمريكيا، وعندما يغض الطرف ويموت ضمير الإعلام الدولي عن الالتفات إلى معاناة النازحين والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، فاعلم أن هناك فيتو أحمر على هذه المسألة، وإيران لا تستطيع أن تضع هذا الفيتو لولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك مصلحة تلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية إيران في عملية النزوع، ولذلك هم يذهبون بإطار دون أن يلتفتون لا إلى نداء النازحين ولا إلى حق انتقادات منظمات دولية للحكومة وسلطاتها على ما يفعل بالنازحين، ولا رفض الشارع العراقي والشعب العراقي بأن ما يجري من عمليات تغيير ديموغرافية ينبغي أن تتوقف. رغم كل هذا يخرج علينا وكيل وزير الهجرة كريم النوري القيادي في فيلق بدر وميليشيات بدر، وهو ممن كان يقاتل مع الجيش الإيراني ضد العراقيين في ثمانينات القرن الماضي، وتبجح كثيرا في عام 2014 و15 على وسائل الإعلام، وكنا نتناظر حول أنه يبرر الجريمة ويدعو لارتكاب الجرائم بإطار طائفي ويبرر القتل خارج سلطة القضاء. بالتالي هذا اليوم هو من يتحكم بزمام مقدرات النازحين وبقرارات النازحين، يسانده أو يعني وهو الوزير الفعلي لوزارة الهجرة والمهجرين، تسانده وزيرة الهجرة إيفان وهي قيادية في ميليشيات ريان الكلداني، وريان هم المسيحيون يقولون عنه أنه مشترى إيرانيا وأنه يفعل، بل هجر المسيحيين وأحرق ربما قاعة الأحراس في الحمدانية استجابة لما يريده الإيرانيين. فهؤلاء عندما يلتقون ليقرروا وهم مشتركون ويداهم ملطخة بدماء العراقيين ليقرروا مصير النازحين، إذن أين سنصل نحن؟ سنصل بالتأكيد إلى أن هناك التقاء حقيقي ولكل هذه المشاريع سواء كانت صهيونية أو أمريكية أو إيرانية في التطهير العرقي والطائفي لمناطق معينة بذاتها. وهنا عندما أقول أن هذه المناطق مناطق المكون السني، لا يعني أن العراقيين أو المكونات الأخرى كالمكون الشيعي والكردي والمسيحي والصابئي بأنهم يعيشون مرتاحين أو أنهم لن يجري عليهم عمليات التغيير، لا بالعكس، العراقيين اليوم جميع مكوناتهم مضطهدين ويقتلون بشكل واضح وصريح. لكن نحن نتناقش أو نناقش موضوع النازحين، والنازحين حقيقة في 50 مدينة هي مدن في محافظات منكوبة، مدن سنية معروفة. ولذلك عندما نقول أن ما يجري هو تطهير عرقي وطائفي لأنه يحمل دلالة القانون الدولي بهذا اللفظ، لذلك حقيقة
ما يجري الآن لولا الولايات المتحدة الأمريكية لا الحكومة ولا إيران ذهبت بهذا المشروع بطريق واضح. من المعلوم أن هناك نجاحات، هذه النجاحات هي ليست نجاحات تحسب أن الحكومة استطاعت أن تغير ديموغرافيا، لكن نتكلم عن 20 سنة من المأساة، من القتل، من السلاح المنفلت، سلاح الميليشيات التي يكون أعلى حتى من السلطات الحكومية الحالية. هذا هو حقيقة بحسم السلاح استطاعت أن تغير جزءا معينا من التغيير الديموغرافي في صلاح الدين، في ديالة، في بعض مناطق بابل، حزام بغداد. لكن هذا التغيير حقيقة يعني تغيير هش لا يمكن أن ينجح ما دام النازحون أو أهالي هذه المناطق صامدون ويطالبون بالعودة والرجوع إليهم، وما دام العراقيون والجميع يساندوا هؤلاء المظلومين، فإن الحكومة لا أقول نجحت، الحكومة إلى الآن فشلت لأنها لم تستطيع أن تبدأ بالصفحة الثانية وهي إحلال سكان مقابل سكان. نعم الواقع والمستقبل مجهول إلى هذه اللحظة، لأنه لا يوجد هناك نور في نهاية النفق، لكن ما علينا وما على النازحين الذين هم يمثلون العمود الفقري في الصبر والرفض لهذا المشروع الجائر والظالم الذي تقوده حكومة السوداني وحكومة الإطار التنسيقي بإدارة وزارة الهجرة والتهجير التي هي ينبغي أن نسميها وزارة التهجير والتغيير الديموغرافي، هذا هو اسمها الحقيقي. لأنه لو كانوا يخجلون من فضيحة وصول أغذية فاسدة استطاع السلطات كردستان العراق في شماله من الاستحواذ على هذه الكرتونات الفاسدة، وقالتها علانية أن وزارة الهجرة جهزت أطعمة فاسدة لمخيمات النازحين تسبب بالسرطانات والموت، لكان الوضع مأساوي الآن. لذلك حقيقة عندما تقود وزارة التهجير والتغيير الديموغرافي هذا المشروع وتدير هذا المشروع، فاعلم أن هناك توافقا لهذه المشاريع الثلاثة على أن يكون تهجيرا موجودا في العراق، وهذا ما حدث في سوريا. ولذلك الإيرانيون لماذا يعني يدعمون هذا التغيير الديموغرافي؟ لأنهم في سوريا استطاعوا أن تكون مناطق لميليشياتهم سكنية، وبالتالي بدأوا بأمور ثقافية وأخرى. إذا في هذه النقطة اسمح لي أستاذ عبد القادر أن أنتقل للأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، يعني أنطلق من النقاط المهمة التي تحدث عنها الدكتور فيما يخص موضوع هل هناك مرحلة ربما مقبلة تخطط لها الميليشيات المدعومة من إيران لتعزيز نفوذها وسيطرتها على المنطقة باستخدام أو بالانطلاق من المناطق التي تم تفريق سكانها الأصليين منها، ومثال على ذلك جرف الصخر. الحقيقة يعني هو هذا المشروع، هو هذا المشروع الإيراني. إيران تريد أن تغتنم الفرص الجغرافية والسياسية في المنطقة التي تهيئها لتمديد مخططها إلى مناطق ودول أخرى، يعني خصوصا هي تريد تستهدف الأردن وتستهدف دول عربية أخرى، فبالتالي هذه المناطق التي يهيمنون عليها هي رهن، يعني رهن المخطط الإيراني. وإيران الآن لا تريد أن تتحرك ضد الدول العربية لأنها في وضع مأساوي اقتصادي وسياسي محكم، وبالتالي الآن تتريث في بعض الشيء من التطوير عملها العدائي ضد الدول العربية حاليا في الوقت الحاضر فقط، لأن الظروف غير ملائمة بالنسبة لها، وبالتالي هي تستمر في هيمنتها وتركيز قوتها وتوسيعها في هذه المناطق، خصوصا مناطق النزوح ومناطق الغربية التي لها مصلحة كبيرة في أن تكون تحت الحماية الإيرانية المطلقة. ولذلك نرى كثير من القادة السياسيين في تلك المناطق التي ينتمون للعملية السياسية كل انتماءاتهم السياسية مأخوذة من الموافقة الإيرانية، وبالتالي بدون موافقة إيرانية حتى مناصبهم السياسية والبرلمانية كلها بموافقات إيرانية. هذا هو المشروع الإيراني، تنتظر إيران الفرصة المناسبة للانطلاق في مشروعها. يعني حتى هذه الفرصة التي تنتظرها ربما تهدد بشكل مباشر، طبعا التهديد قائم منذ 2003 إلى الآن، ولكن هل تعتقد أن هناك مرحلة ثانية من التهديد المباشر
للدول المجاورة للعراق وتحديدا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال؟ حقيقة هو البعد الأساسي للسياسة الإيرانية هو هذا المشروع، هو أن تنتقل من الضفة إلى الضفة الأخرى من 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 البحر من الخليج العربي، فبالتالي هي هذا هو مشروعها الأساس، وتعتبر كل هذه أدوات لها، وهي تعد العدة داخل المملكة العربية السعودية وداخل البحرين، لها ميليشيات تحاول أن تستغل فرصة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وتنمية هذه الميليشيات للانقضاض على مشاريعها. ولكن المشكلة ليس هنا، المشكلة حقيقة لا يوجد يعني وعي كامل لقيادة هذه المنطقة بالمشروع الإيراني. هم ذهبوا إلى إيران ومناقشتها والتعامل معها دون أن يناقشوا مشروعها الأساس وهو تصدير الثورة. لا يوجد وعي أم أنهم لا يستطيعون التحدث وجها لوجه مع أعتى قوة مهيمنة في العالم والقطب الأوحد؟ لا، حقيقة أحيانا يعني مزيج مما ذكرت، لأنه أنا لما أريد أناقش إيران على علاقات سياسية، وهناك ما سبق أنه علاقات أمنية خطرة ما بين الدول العربية وإيران بغض النظر عن العراق، لأن العراق مطلق الهيمنة إلى إيران، لكن هناك يعني في الدستور الإيراني هناك مشروع ثورة، تصدير الثورة. هذا التصدير الثورة يشمل جيوستراتيجية إيرانية ثابتة، يعني كل البلدان مهددة. فأنت ليه ما يعني أنت كقائد عربي أو كمسؤول عربي عليك عندما تناقش إيران تنطلق من هذه النقطة، عليك أن توقف هذا، أن تعلن إيران كما أعلنت كثير من الدول في خلافاتها، مثلا بريطانيا والمكسيك وغيرها، كثير من الدول يعني يتفقون على نقاط عدم التهديد المستقبلي، وهو إلغاء بعض التصرفات والميليشيات، وخصوصا بند تصدير الثورة. بند تصدير الثورة لا يمكن أن تستقر فيه السياسة الإيرانية بأمان مع الدول العربية ما دام هذا النهج، ما هذا جزء من الدستور الإيراني. وأما ولاية الفقيه فهي مسألة إيرانية، يقبلون ولاية الفقيه وغيره، لكن مسألة مشروع الثورة، تصدير الثورة، هو هذا الأخطر على الدول العربية جميعا. نعم، اسمحوا لي ضيف الكرام، مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نكمل الحوار. إذن تابعنا سويا هذا التقرير في موضوعنا اليوم في هذه الحلقة، تشريد النازحين العراقيين، تطهير عرفي عرقي وطائفي. أستاذ عبد القادر نايل، بالعودة إليكم مرة أخرى، نحن نعيش في عالم المتناقضات، يعني عندما تصرح الخارجية الأمريكية بأنه لابد من إخراج الميليشيات من سنجار من أجل عودة النازحين، يذكرنا بكثير من التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك على المستوى الإقليمي على سبيل المثال، أن الحوثيين يهددون يعني الاقتصاد العالمي، ونسمع أيضا أن الفلسطينيين يهددون
اليهود الإسرائيليين، وأن هناك قائمة إرهاب أمريكية لكل الميليشيات التي تنادي بتحرير القدس، ولكن ما يجري على الأرض في العراق أيضا هناك شهد العراقيون الكثير من المتناقضات الأمريكية بأنهم من مبرراتهم لغزو العراق أنه تحقيق الإنسانية والعدل في العراق، والعراقيون يشهدون أن واشنطن حققت الإنسانية. يا ترى هل المحيط العربي للعراق على أهبة الاستعداد للمرحلة المقبلة من إفراغ أهالي العراقيين الأصليين من مناطق معينة للتأهب لمرحلة أخرى للنفوذ وترسيخ السيطرة الإيرانية؟ الواقع الميداني ونحن نتكلم عن 21 عام من نكبة العراق وقبلها الحصار، لكن دعني أتكلم عن 21 من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ودخول الإيرانيين معها. إلى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي نية عربية لمساعدة الشعب العراقي لأنه يصطدم مع الإرادة الأمريكية، وهناك حقيقة من يريد ترك العراق على ما هو عليه ليبقى العراق هو الشعلة التي تحترق فيها كل المشاريع، ويبقى أنه على رأس العراقيين تتوالى المأساة ويتوالى المشروع الإيراني، ويظنون أنه سيوقف في العراق، وهذا حقيقة يعني من البلادة السياسية، لأنه إيران عندما تريد أن تتوسع وتتخذ العراق كما اتخذته حاليا فإنها تفكر بأمور أخرى، لكنها تؤجل أهدافها لحين أنها تتمكن بطريقة كبيرة تماما للذهاب إلى البلدان العربية. وبالتالي ما يحدث الآن من عمليات دفع باتجاه المخدرات للسعودية، للأردن، لبقية الدول العربية، لإهلاك الشعوب العراقية والسورية واللبنانية واليمنية بالمخدرات، وحتى تخرج هذه الشعوب عن دائرة التأثير وبالتالي يستفردون بها. لذلك حقيقة لا قيمة أنهم ينظرون على أن النار ستبقى بالحدود الجغرافية العراقية، هذه نظرية البائسين الذين لا يفقهون معنى السياسة. وللأسف الشديد هناك من يشير إلى بعض الأنظمة العربية بهذا الرأي، دعوا النار تبقى في العراق، ولا يظنون أن النار عندما تسخن ستحرق الآخرين، وهذا ما يحدث. لأنه الآن الذي ينظر إلى بادية السماوة يجد أن هناك ترسانة عسكرية وملاجئ داخل الأرض، ولم يتم اختيار صحراء السماوة اعتباطا من الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، لأنها ما يقابل صحراء السماوة هي مدينة رفح السعودية التي سكن بها هؤلاء الذين الآن يحكمون ويتحكمون بالعراق، لذلك حقيقة أو الجزء الأكبر منهم. ولذلك حقيقة هم يعلمون أنه اختيار المناطق لوجود الجو جغرافيا وبالتالي العسكرية وسرعة اختراق الحدود هو هذا ما يجعل الإيرانيين أنهم يخططون. ولذلك اختيار 50 مدينة لتكون منزوعة السلاح ليس أيضا اعتباطا من الإيرانيين بالإعاز إلى ميليشياتهم، وليست هذه الميليشيات الساذجة الذي أغلب قادتها لا يقرؤون ولا يكتبون، فقط يمتهنون الطائفية ويرفعون شعاراتها، أنهم من بنات أفكارهم اختاروا هذه المدن. هذه المدن تشكل عقدة طرق مهمة وأساسية في هذه المحافظات، ولذلك جرى اختيارها بعناية. ولذلك رأينا أنه حتى بعض المدن أضيفت لاحقا لعملية التطهير العرقي وانتزاعها من سكانها، لأن هناك تخطيط كبير يطبق على نار هادئة للوصول إلى التمدد والاستيطان. اليوم عندما نتكلم عن الواقع الأمريكي وحتى الكيان الصهيوني، هم ليسوا مستوطنين، هم طارئون، لأن الاحتلال سيرحل، لكن خطورة المشروع الإيراني في عملية التغيير الديمغرافي التي تنفذه حكومة السوداني بإدارة وزارة التهجير والتغيير الديمغرافي التي ترأسها إيفان وكريم النوري، هؤلاء يريدون للإيرانيين أن يستوطنون بالعراق، والاستيطان أخطر أنواع الاحتلال. لذلك حقيقة هم يريدون أن يعيدوا زمن كورش وغيره من الدول البويهية والصفوية لتتحكم بالعراق مرة ثانية. لهذا تأتي خطورة هذا الموضوع الذي يغفل عنه
للأسف الشديد الأنظمة العربية الحاكمة، لأنه لو كان هناك فعلا حقيقيا لما تم السكوت عن هذه الجريمة، وبالتالي أمريكا ليست تلك البعبع الذي يضع الخطوط الحمراء لهذه الأنظمة. كان ينبغي لهذه الأنظمة العربية أن تتكلم مع رأس الأفعى الذي يقتل العراقيين وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ويشار إليها أن هذا التطهير العرقي والطائفي غير مسموح به، وينبغي أن يكون لكم دورا لأنكم أنتم من أوجدتم هذه الميليشيات. لولا الدعم الأمريكي وتسليم الوزارات لهذه الميليشيات منذ عام 2003 عندما قال بول بريمر في مذكراتي ولقاءاتي الصحفية وتصريح واضح له أننا جئنا ننتزع الحكم من العرب وإعطائه للإيرانيين، وأن العرب الذين حكموا العراق وغيرهم من 1400 سنة ينبغي أن لا يحكمون العراق مرة ثانية. هذا هو بحد ذاته عليهم أن يستشعرهم بأن هناك خطرا داهما عليهم، وأن هناك مشروعا يساند الإيرانيين وميليشياتها، وأنهم يختلفون في كل الساعات إلا في الساحة العراقية يتوافقون. كان عليهم أن يتعظون ويجلسون جلسة يضغطون فيها على الإدارة الأمريكية أن تغير سياساتها أقل تقدير بعدم إحداث التغيير الديموغرافي وإيقاف هذا النزيف والتغول الإيراني بطريقة كبيرة في العراق. لذلك حقيقة هناك تقصير، نعم كبير تماما، وهذا التقصير غير مبرر. وحتى وإن وجد على رأس الملف في العراق أمريكا، فأمريكا حقيقة يمكن أن يتم الضغط عليها والحوار بشكل واضح وصريح، لأن ما يجري هي جريمة ستطال الجميع، وما يحدث في سوريا من تغيير ديموغرافي ومن استيطان ومن امتلاك مدن وتخصيصها للميليشيات، وبدأوا بالحملة الثقافية في التغيير الثقافي في سوريا، لهو دليل صارخ على أن هناك خطرا قادم على المنطقة. نعم سعد القادر، سعد عبد الله، من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى بات ما يسمى بسنة السلطة في العراق معولا مهما أو عنصرا مهما في تنفيذ المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي؟ يعني البعض منهم من رؤوس سنة السلطة تحدث عن أن ذوي المغيبين عليهم أن ينسوا أمر ذويهم لأنهم خلاص لم يعد لهم وجود. يعني هذا الأمر إلى أي مدى ترى بعد 20 عاما أنهم باتوا العنصر الأساس في تنفيذ وتمرير مشروع المحاصصة الطائفي الذي أسس أمريكيا وبرعاية إيرانية؟ علي، قبل أن أجيبك تعقيبا على سؤالك السابق بخصوص سنجار والطلب الأمريكي، نعم، لإخلاء سنجار من الميليشيات الأمريكية. نعم، المتناقضات الأمريكية. المتناقضات الأمريكية بالحقيقة، الموضوع الأمريكي في خصوص سنجار وتلك المنطقة هو إحداث توازن ما بين الأطماع الإيرانية وأطماع أخرى في المنطقة، وبالتالي هو تهديد صريح للمنطقة وتهديد أكثر إلى تركيا، لأنه سنجار يريد ربطها تماما بالقسد السورية وبالتالي مع إقليم كردستان في العراق. وهذا المشروع الذي تريد تديره إيران هو يهدد تركيا وأمنها القريب جدا. لذلك أعلنت القيادة التركية أنها ستقوم بعمل عسكري كبير في هذه المنطقة لأنها استشعرت هذا الخطر، وبالتالي فإن أمريكا تريد تضع توازن ما بين الأطماع الإيرانية أنها أخذت مدى أكثر من هذا. هذا في موضوع سنجار. ومن لم يسمع الكلام الأمريكي من الميليشيات الإيرانية يتم رميه كما رمي أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. بالتأكيد. صح. وهذه هم يعرفونهم مجرد أدوات وتستخدمها إيران وتسترخصها متى ما تريد. هذه هي المشكلة، أنه هم أدوات مقابلين في أن يكونوا هذا. أما بالنسبة لسؤال حضرتك بخصوص المكون الآخر والطرف الثالث اللي يمثل عملية سياسية، طبعا نسميه يعني كتسمية صح تأكيد. سنة السلطة تأكيد. سنة السلطة، سنة السلطة. هم بالحقيقة يعني مجموعة لأنه ارتضت لنفسها الأطماع والدولار والحفلات الليلية، وهذا أصبح هو مزاجهم اليومي والسياسي، الأطماع وغيرها. فبالتالي إيران استغلت هذه
النفوس الضعيفة التي تقود هذه العملية بهذا الطرف، وجعلتهم تعطيهم كل ما يريدون. إيران لا يهمها أن تعطي من أموال العراق لمن يشاء في سبيل أن يخضع إلى هيمنتها وسيطرتها. وهم يعني أعلنوا أكثر من مرة أنه لا يمكن وجود عملية سياسية تخضع، مستقلة تخضع، إلا وإن خضعت إلى إيران. لذلك هم انصاعوا إراديا إلى المخطط الإيراني، وبالتالي هم فعلا حقيقة مثل ما وصفت حضرتك، أنهم فعلا الأداة الأهم والأخطر إلى عملية التطهير العرقي. لأنه أنت عندك يعني 1,500,000 مهجر، هذول يعني دائما عرقيا تم تطهيرهم، إضافة إلى مستواهم الدراسي راح ينتهي، عوائلهم ضاعت، مكان وجودهم ضاع الجغرافي، كل هذا بموافقة. وبالتالي الفساد هو السبب الأساسي، لأن كل ما رصدت الأموال إلى هذه المناطق، كل ما تم تسريبها إلى جيوب هذه المجموعة التي أو يسمى سنة السلطة أو غيرها، كلهم سرقوا هذه الأموال وكلهم يعتاشون عليها. فبالتالي هم أيضا مذنبين بنفس المستوى مع الميليشيات، وهم أداة المخطط الإيراني باستمرار، ولا يستطيعون، لأنه ليس لديهم ولا أي طرف من أطراف العملية السياسية منهج وطني أو وطنية تحركهم أو عمل يعني عمل يدعيهم إلى احترام آدمية الشعب العراقي وتقديم خدمات ما تليق بهذا الشعب العظيم. ولكن هم مع الأسف ارتضوا لنفسهم أن يكون أداة إيرانية ورخيصة جدا حقيقة، لأنه يعني يستلم أموال ويستصرف ويكون خاضع ذليل إلى أي قائد من ميليشيات. إذن سنة السلطة أداة إيرانية لتنفيذ مخطط المشروع الديمغرافي، وهذا ما يراه كثير من المحللين والمراقبين للشأن العراقي. أستاذ عبد القادر نايل، كيف تنظر إلى العراق خلال المرحلة المقبلة؟ يعني هناك عمليات بعض يصفها بأنها عمليات محاولات تغييب للشعب، محاولات إلهاء للشعب بأنه سوف نحطم يعني التمثال الفلاني وسوف نفعل بالتمثال الفلاني، وهناك إشارات إلى أن يريدون يبعدون عن الشعب القضية الرئيسة وهو الاستيلاء على العراق اقتصاديا، تحطيم شبابه عن طريق المخدرات، وكذلك استخدام شبابه أيضا للعبور إلى باقي الدول، إلى سوريا، إلى لبنان، عن طريق التجنيد للميليشيات من عناصر عراقية. يعني من وجهة نظرك كيف تنظر إلى العراق خلال المرحلة المقبلة أمام هذه التهديدات من جميع الصعد، الاقتصادية، الأمنية وغيرها؟ من المعلوم أن أي سلطة حاكمة تستطيع أن تنفذ أشياء ميدانية لشعبها، الشعب سينشغل بالمنجزات مهما كانت هذه السلطة والملاحظات عليها. لكن عندما تفشل فشلا ذريعا، وعندما لا تبقى لها أي شيء أو حجة من الوعود التي رفعتها والسقوف التي وعدت بها كسلطة الإطار التنسيق الحالية، فإن الأحزاب والشخصيات تلتجئ إلى الطائفية، إلى إعادة تدوير مربع الطائفية مرة ثانية للعزم على هذه القضية، ولإدخال الشعب العراقي إلى مهاترات أو تغييبه من خلال الردود والاستنكارات بشكل واضح وصريح، وبالتالي يغيب الإعلام وينحرف الإعلام عن الوسيلة الحقيقية في مراقبة حكومة الإطار التنسيقي وما تفعله من جرائم. ولذلك عندما فشل فرعون، وهي نظرة فرعونية، عندما فشل فرعون عندما استدعى السحرة لميقات موسى وانتصر موسى بإرادة الله، ماذا فعل فرعون؟ حتى يتم إشغال الشعب عن هذا الخسارة، أمر هامان بأن يخرج لهم الذهب والأموال، وبالتالي أصبح حديث الساعة. نسي الشعب ماذا فعل موسى بجميع السحرة، ونسي الشعب أن السحرة قد آمنوا برب العالمين، وبالتالي الكلام كله أصبح يتكلم عن أملاك هامان ومقدراته وذهبه والأسطول التي خرج بها والجمال والعربات التي خرج بها من الذهب، وبالتالي أشغلهم وأخرجهم عن دائرة التفكير الحقيقي بأن هناك رب العالمين انتصر لموسى. لذلك هذه النظرية الآن تطبق بامتياز
للنظريه الفرعونيه لما يجري من احزاب وسلطه الاطار التنسيقي. فانهم عندما يرون ان الشعب العراقي اصبح واعيا بانهم يكذبون في مرحله ادعائهم بانسحاب او طرد القوات الامريكيه، وعندما يذهبون ليقبلون اقدام البيت الابيض ويأخذون فقط معهم التجار والاقتصاديين واصحاب المصارف المعاقبه التي تستفاد منها ايران، يؤكد على ان الشعب العراقي ليست مصلحه لهم، انما فقط مراعاه المصالح الايرانيه. وبالتالي عندما يتم تكريس الاحتلال مره ثانيه باستدعاء السوداني للبيت الابيض، وبالتالي المنجزات والملايين والميزانيات الكبيره فقط يصورون مجسر 30 متر او 20 متر في بغداد، وبالتالي هذه المجسرات لا قيمه لها، لم تؤثر على الواقع الازدحامات وعلى الواقع الموجود في بغداد. وعندما يفشلون في الكهرباء وغيرها ماذا يلتجئون؟ حتى يحرفون البوصله وحتى ينشغل الاعلام والشعب العراقي ينظر الى ان هناك فتنه لعن الله من ايقظها وهي الطائفيه، ينظرون الى ان هناك ربما ايضا انهيارا امنيا قادما بسبب هذه التصريحات والمطالبات، بالتاكيد يذهبون الى النظريه الفرعونيه، ولذلك يطالبون على سبيل المثال بهدم تمثال او ارث ابو جعفر المنصور. طيب اذا انتم معترضين على ابو جعفر المنصور وهو ساكن بغداد، اذا بغداد هي بغداد ابو جعفر المنصور، اذهبوا وابنوا عاصمه خارج بغداد. هو بنى بغداد، هو بنى بغداد، انتم هدمتم بغداد. نعم. وهدمتموها. تعترضون على شارع هارون الرشيد، ما اذهبوا وافعلوا شارعا غيره. هذه اماكن تراثيه، اتركوا بغداد البغداديين. بعباره اخرى اقولها، يعني ابناء المحافظات، وبالتالي انا واحد من ابناء المحافظات، لماذا اتكلم نيابه عن بغداد؟ انا اقول لهؤلاء الذين جاءوا من القرى والارياف والهور والصحراء، اقول اتركوا بغداد للبغداديين. البغداديين دائما لا يتكلمون بالطائفيه، وبالتالي هم يعلمون ان بغداد تجمع مذاهب وديانات، لكنهم يتكلمون بلغه عراقيه وبلغه بغداديه. يا اخي اتركوا بغداد للبغداديين، واذهبوا وابنوا مدنكم التي جئتم منها فهي لا زالت خربه. ولذلك عندما يخرج نائبا برلمانيا ليسب الصحابه علانيه، هو الهدف الرئيسي منه انه يبحثون عن ايجاد شماعه جديده حتى ينصرف اذهان الشعب العراقي عن مساءله ومحاسبه ومراقبه ما يفعله الاطار التنسيقي باداره السوداني بحق العراقيين، بحق اقتصاد العراقيين، بحق الامن، انه لا يتوفر امن والاغتيالات تزداد في العراق، وبحق الواقع المزري الخدمي من كهرباء ومن غيرها ومن طرق ومستشفيات. لذلك العمليه هي عمليه فرعونيه لصد انظار العراقيين عن الخروقات والاخفاقات التي تفعلها حكومه الاطار التنسيقي باداره السوداني، ولذلك يلتجئون الى سب الصحابه، الى انهم يطالبون بعيد الغدير من اجل تكفير باقي الشعب العراقي وايجاد قوانين 4 غدير وما الى غيرها، وبالتالي يحاولون اشاعه اشياء جديده لانهم فشلوا في تنفيذ مشاريعهم الخبيثه، وبالتالي ايضا فشلوا بان لديهم انجازات على ارض الواقع. ولذلك دائما الذي يمتلئ حقيقه يكون هادئا، والفارغ تجده حقيقه يهاوش يمينا ويسارا من خلال اشاعه الطائفيه. ولذلك يعني وصف رب العالمين الانعام بانها اضل سبيلا، ولذلك هؤلاء هم اضل سبيلا لانهم لا يفقهون في بناء الدوله ولا نظام الدوله، ولن يكونوا رجال دوله، وعلى هذا فهم اساس التخريب وهم رجال التخريب. لذلك هذا حقيقه السبب الرئيسي في انهم يريدون مهاترات طائفيه، ويريدون حقيقه اشاعه الطائفيه بين الشعب العراقي للوصول الى هذا المربع، لانهم بلا طائفيه سيموتون، وهذا ما وعاه الشعب العراقي عندما لفظ ورفض الطائفيه. وقد راينا الشباب من جنوب العراق الى غرب العراق الى شمال العراق كيف انهم واعين تماما لاسلوب الطائفيين ومرتزقتهم. اذا نظام المحاصصه الطائفي وقوده الطائفيه ولا يمكن ان يستمر لولا هذه الطائفيه. شكرا جزيلا استاذ عبد القادر النايل عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا جزيلا استاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام اطيب تحيه وفي امان الله.